في هذا المكان المخصص لتجمع سائقي الدراجات النارية في مدينة جعار بمحافظة أبيان، اعتاد نجمي سعيد الوصول باكرا لحجز موقعه. من هنا سيبدأ نجمي ممارسة عمله الذي غالبا ما يستمر طيلة ساعات النهار لضمان الحصول على مردود جيد يمكنه من تأمين احتياجات أسرته. نحن لا وظائف ولا عايشين على هذه السياكل يا أخي، مفاتحين بيوت على هذه السياكل، وصباح السيكل اللي قاسمك يشل من رزقك اكثر من بيتك. يعني انت تسكب تطلع 3000 وتسكب 1500 ريال 1400 ريال لتر بترول واحد لتر لا غير، واللتر كم فيه مشاوير، فيه ثلاثه مشاوير، وترجع ثاني مره تسكب 1400. يعني صبحت العيشه يا اخي ما تطاق. لجوء العاملين في هذه المهنة إلى زيادة ساعات العمل على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان محاولة لتأمين ثمن مادة الوقود التي تشهد ارتفاعا متواصلا، حيث تتسبب في الكثير من الأحيان بعدم قدرة العاملين على الإيفاء بواجباتهم. البترول يا أخي مرتفع زايد علينا. يعني نشتغل معي هذا السيكل اشتغل عليه شغال أسرة كامل سامرك، وارتفاع المتور نشغل رجع على المحطة، كل ما شغلنا رجعنا للمحطة، مش معانا خراج هذا الارتفاع. بحسب تقديرات رسمية فإن مهنة العمل على الدراجات النارية تحولت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر المهن اليومية انتشارا ورواجا في المحافظة، وتجاوز العاملون فيها ما نسبته 60% معظمهم من فئة الشباب كخيار إجباري للخروج من مأزق البطالة وانعدام فرص العمل في ظل ما تعيشه البلاد من تأزم متواصل في أوضاعها السياسية والاقتصادية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.